إلى قدس روح الله زفت تحيتي، وقلت له: أنت الإمام الممجد، فأنت الذي أحييت دين محمد بقرن به قد ظن مات محمد، بقرن به قد ظن مات محمد، وجددت دين الله، وجددت دين الله بعد اندراسه، وأنقذته، والغاب يحميه أصيد. سادتي وأحبتي الحضور الأكارم، أما الآن فنبقى مع كلمة راعي الحفل سماحة الشيخ قاسم الهاشمي، رئيس مؤسسة الغري للمعارف الإسلامية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بداية يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في سنة جديدة، ونحن نستذكر إمام الأمة الراحل قدس الله نفسه الزكية بما له من دور كبير، لما قدمه من دور كبير في توحيد صف الأمة الإسلامية، ويزيدنا فخراً واعتزازاً أن نشاهد هذه الجماهير بعلمائها، برجالها، بنسائها، بشيوخها، جميعاً اجتمعوا اليوم من أجل تأبين هذه الشخصية الكبيرة. ولذلك أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب، وأعتذر لكم عن ضيق المكان، وإن لم يسعكم المكان فتسعكم القلوب. هذه السنة تم اختيار شعار نصر وصبر، أو صبر ونصر، حيث إننا نعتقد وفقاً لثقافة القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام أن مع الصبر نصرا، وأن نتيجة الذين يصبرون ويتقون الله تبارك وتعالى الظفر والنصر قطعا. وهذه هي سيرة الأنبياء وسيرة الأئمة الأطهار وسيرة العلماء والمراجع، كانت قائمة على هذا الأساس. لذلك انظروا مثلاً إلى سيرة موسى مثلاً عليه السلام، الذي اجتمع حوله وضده موسى فرعون ومن معه، لكن موسى كان صابراً محتسباً، وكانت النتيجة النصر والظفر. عيسى عليه السلام أيضاً الذي صبر واحتسب فتحقق له النصر. يوسف عليه السلام الذي صبر في ظلمات البئر، وصبر في سجن الطاغية آنذاك، وتحمل ما تحمل في سبيل تبليغ الرسالة، وفي سبيل توحيد الأمة، وفي سبيل هداية الأمة، لكن انظروا إلى النتيجة، كانت هي الفتح والنصر. وفي روايات أهل البيت عليهم السلام نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. الإمام علي عليه السلام يقول: من ركب مركب الصبر اهتدى إلى مضمار النصر. الإمام الصادق عليه السلام يقول: الصبر يعقب خيرا، فاصبروا تظفروا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الصبر كفيل الظفر. وعنه عليه السلام: اصبر تظفر. وعنه عليه السلام: الصبر على مضض الغصص يوجب الظفر بالفرص. وهكذا روايات كثيرة تبين لنا أهمية
الصبر التي بالنتيجة تنتهي إلى النصر وإلى تحقيق الأهداف المقدسة. من هنا إذا أردنا أن نقيم حركة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، نجد أن هذا الإمام منذ اليوم الأول من حركته كان متأسياً بسيرة النبي والأئمة الأطهار، وكان صابراً محتسباً على كلام الصديق والبعيد، كان صابراً محتسباً على الطعنات التي تأتيه حتى من أولئك الذين حسبوا أنفسهم على مدرسة أهل البيت، كان صابراً ومحتسباً أمام تلك التحديات والهجمات والمؤامرات الغربية التي كانت يوماً ليلاً ونهاراً تعمل على إسقاطه وعلى إسقاط ذلك الحلم الذي تحقق على يديه، وهو تأسيس الجمهورية الإسلامية المباركة. لكنه كان صابراً وكان محتسباً، وكانت النتيجة أن الله تعالى حقق النصر للمؤمنين على يديه، حقق النصر للمسلمين على يديه بأن أسس أكبر دولة إسلامية. هذا ببركة الصبر وببركة التقوى، ببركة التقوى. يذكر لي أحد الإخوة في زمان اللي كان الإمام الخميني يعيش في النجف الأشرف، يقول كان من مدخل باب القبلة، إحنا هذا هم لحقنا عليه بعد 2003، كان أكو كيشوانية صغيرة في الليوان اللي من عندها يدخل الإنسان للضريح، أهل النجف يتذكرون هذا الشيء، كيشوانية صغيرة من اليمين ومن اليسار. إحنا اللي في 2003 إجينا نتذكر هذه الكيشوانية، بعدين رفعوها من هناك. يقول كان بالكيشوانية فوق مخلين صورة صغيرة للإمام للتبرك، وكان آنذاك كانت آنذاك مرجعية السيد الخوئي والسيد الشهيد محمد باقر الصدر، وكان الإمام قدس الله نفسه الزكية يعيش هنا في النجف ويدرس في النجف، وكان ليلياً بعد صلاتي المغرب والعشاء يأتي لزيارة أمير المؤمنين. فمن في قلبه مرض، اللي موجودين في كل زمان ومكان، الذين ملأت قلوبهم الضغينة والحقد والحسد، كانوا يتحدثون أحاديث تشم منها رائحة الفتنة، أنه شنو صورة الخميني مخلينها هنا في حرم أمير المؤمنين، المفروض يخلون صورة السيد الخوئي، المفروض يخلون صورة السيد الشهيد الصدر. هؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، على كل حال يتحدثون بهذه الطريقة، على أن مرجعيتنا نور واحد، مرجعيتنا لا تقف عند حدود الجغرافية في كل زمان وفي كل مكان. على كل حال يقولون في ليلة من الليالي وبعد صلاتي المغرب والعشاء، والإمام على عادته يأتي إلى الحرم يزور، إجا رفع عوشيته وأسقط صورته من ذلك المكان، أسقطها على الأرض. هذا تعجب اللي واقف هناك مسؤول الكيشوانية، سيدنا ليش هالشكل، إحنا نتبرك بصورتك، أنت رجل مبارك كذا. قال له ما أقبل ترفع صورتي، بيده أسقط صورته في سبيل أن يسد الطريق أمام أولئك الذين في قلوبهم مرض، الذين لا يريدون الخير للأمة، لا يريدون الخير. اليوم للأسف الشديد موجودين ذولا في كل مكان، اللي يتحدثون بهذه الأحاديث وبهذه الطريقة، ويضعون على مثل ما يقولون النار الزيت. نحن اليوم حقيقة أقول لكم أصبحنا شعب واحد، أصبحنا أمة واحدة، أمة الإسلام. اليوم تجمعنا العقيدة، يجمعنا حب أهل البيت، يجمعنا حب أمير المؤمنين. شخصياً لا أتعجب عندما شاهدت بالأمس القريب الآلاف من أبناء الشعب العراقي يقيمون مجالس الفاتحة للسيد رئيس الجمهورية، سيد رئيسي ووزير خارجيته ورفاقه. ذولا ما واحد قال لهم تعالوا سووا، ولا واحد انطاهم فلوس، ولا واحد قال لهم تعالوا نسوي لكم امتيازات وكذا، صح لو مو صح عمي؟ كل هذه
المشاعر التي أداها أبناء الشعب العراقي تحت عنوان واحد، أننا كلنا شيعة أمير المؤمنين، كل إحنا نحتمي براية أهل البيت عليهم السلام، كل إحنا نحتمي براية صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك حقيقة الإنسان يخجل أمام تلك المشاعر الطيبة الجياشة لأبناء الشعب العراقي حينما أبنوا السيد رئيسي ومن معه، أو بالأمس القريب قبل كم سنة حينما وقف الشعب العراقي من جنوبه إلى شماله مؤبنين لبطل المقاومة ولبطل الصمود ولبطل الصبر ولسيد الفتح الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. لا عجب في ذلك، لا غرابة في ذلك، هؤلاء قدموا أرواحهم من أجلنا، قدموا دماءهم من أجلنا، ماكو ترى أغلى من الدماء، ماكو ترى أغلى من الأرواح. حتى يأتي اليوم قائل يقول شنو هذه مثلا صور الخميني، شنو هذه مثلا فلان وفلان. نحن اليوم لا نقف عند حدود الجغرافيا، كلنا أمة واحدة، قلب واحد، يد واحدة. وإذا ما هددنا من الغرب أو هددنا من أمريكا أو هددنا من إسرائيل سوف نقف أيضا أمة واحدة. إذا هددت إيران فالعراق يقف، وإذا هدد العراق فإيران تقف، وإذا هددت اليمن أو هددت فلسطين أو غزة، اليوم غزة تقتل، الشعب الفلسطيني يقتل على الهوية، يقتل، تقتل الأطفال وتقتل النساء بلا ذنب اقترفوه. ليش؟ لأن هناك قوة تريد أن تسيطر على مقدرات الأمة. ثم يقولون نحن على كل حال لا نريد إلا السلام ولا نريد إلا حقوق الإنسان. وين حقوق الإنسان وأنتم تقتلون الإنسان في مهده؟ لذلك اليوم نحن نعتقد، وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، أن النصر قطعا هو حليف هذه الأمة في غزة وفي اليمن وفي العراق وفي إيران. شوفوا إيران رغم الحصار السياسي والاقتصادي وما قدمته من تضحيات، رجال كبار قادة من أمثال حاج قاسم سليماني، لكن إيران إلى اليوم صامدة محتسبة، تعمل بمبدأ وبقانون الصبر، والله سبحانه وتعالى أعطاها النصر. شوفوا اليوم الكل يحسبون لإيران ألف حساب، أمريكا وإسرائيل وما إلى ذلك. ويكفيك الضربة الأخيرة التي وجهت للكيان الإسرائيلي، هذا انتصار في الوقت الذي كانت أمريكا تقول أنا القطب الواحد ولا يمكن لشخص أن يزعزع قوتي. اليوم حقيقة نجد أن هناك قوة قوية وشاخصة تقف أمام وجوه هؤلاء الأعداء الذين لا يريدون الخير لهذه الأمة ولا يريدون الخير لوحدتها ولكرامتها. لذلك نحن نعتقد حقيقة أننا اليوم ننعم بنعمة الانتماء للإسلام وننعم بنعمة الانتماء لهذه المدرسة، مدرسة الإمام الحسين. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد، مدرسة الإمام الحسين هذه. الإمام الخميني سار على هذا الطريق، شهدائنا مرجعيتنا ساروا على هذا الطريق، طريق العزة والكرامة والصبر والنصر. واليوم بحمد الله تعالى المرجع الديني السيد السستاني حفظه الله تعالى يسير بهذا الاتجاه، سماحة الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى يسير بهذا الاتجاه. ولذلك هو عنده كتاب اسمه إن مع الصبر نصرا، فيه مجموعة من ذكرياته، اللي أنا أوصي إخواني وأخواتي الكرام إلى قراءة هذا الكتاب. أعتذر عن الإطالة ولكن أحببت أن أبين بعض هذه الالتفاتات والكلمات. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للثبات على هذا الطريق وعلى هذه المسيرة، وأن نكون دائما أمة واحدة، قلب واحد، يد واحدة أمام أعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء الوطن. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستمرار بهذا الطريق
طريق أهل البيت وأن يحسن عواقبنا جميعا. أنا ختاما أشكر لكم من صميم القلب هذا الحضور، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، مكاتب العلماء، مكاتب المراجع، مع حفظ الألقاب والتسميات جميعا، وأيضا باسمكم أرحب بممثل سماحة الإمام السيد الخامنئي، سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني، وأخي العزيز الفاضل سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الحاج آل صادق الله يحفظه، سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ أبا ذري رئيس المستشارية الثقافية في بغداد، ومكاتب العلماء والمراجع وجميع الإخوة بعناوينهم الجميلة فصائلنا. أرحب جميعا. إذا أذكر اسم لابد أتسلسل بذكر باقي الأسماء، لذلك أعتذر لكم عن ذكر الأسماء وأرحب بكم فردا فردا، العلماء جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، يجنبنا معاصيه، وأن يعجل في فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يممت ذكرك سيد النبلاء، ورشفت شهد الحكمة العصماء. المجد يخطو، المجد يخطو في ظلالك تابعا، ويخط سفر عقيدة سمحاء. لا امدحنك يا سليل مآثر، ولأنت أسمى من أجل ثنائي. سادتي وأحبتي الحضور الكريم، نبقى الآن مع كلمة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي، يلقيها على مسامعنا السيد حسن البعاج، فليتفضل مشكورا. أيها الجمع الكريم، سلام من الله ورحمة وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، هادي الأولين والآخرين، وعلى آله السادة الميامين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صدق الله العلي العظيم. اقتضت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية وعطفه الكريم الذي لا حدود له أن ينصب بين حين وآخر نصباً للهداية، يهدي بهما الأمم ويتم الحج على العباد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وكان هذا المسلك الإلهي وسنته التي مشت عليها الرحمة الإلهية والهداية للعامة والخاصة على مر العصور، فنجد على كل منعطف للتاريخ البشري الطويل أولياء بعثهم الله تعالى لينيروا طريق الحق، لينيروا الطريق للضالين، ويربطوا على قلوب المستضعفين الخائفين، ويشدوا على أيدي المجاهدين، وينير أفكار الساعين في خدمة الدين. وكانت ولادة سيدنا المؤبن آية الله العظمى روح الله الخميني قائداً ومفجراً للثورة الإسلامية في التاريخ المعاصر، مظهراً من مظاهر السنة الربانية التي لم يشأ الله تعالى أن تتغير أو تتبدل، فأراد الله تعالى أن تنجح ثورته الجبارة، ويتمكن من أن يلهم الذين يبغون ويبحثون عن طريق الخلاص للأمة من نير المجرمين الطغاة وظلم الجبابرة المتكبرين
ويبعث الأمل في قلوب المستضعفين في العالم، فتمكن رضوان الله عليه من رسم الطريق للثائرين في وجه الظلم والانحراف، وللسائرين في منهج الحق، والباذلين جهودهم والحاملين أرواحهم على الأكف، فأصبح قدس الله سره، قدس الله روحه الطاهرة راية هادية لمن يهتدي بها. كان رضوان الله عليه في حياته الخاصة والعامة جاداً في أن تكون في إطار الدين من الزهد والتقوى الذي جاء به جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والذي رسمه بحياته، وكان أقدر شخص عرفه العقلاء في التاريخ الحديث على السيطرة على نفسه وسلوكه. قد توج الله تعالى جهوده بالنجاح، فنجح في إنشاء حكومة إسلامية في إطار الدين الحنيف الصحيح، ولكن لم تطل حياته حتى يرى ثمرة جهاده وجهده، إلا أنه تمكن من وضع قالب يمكن صياغة الشعب فيه لتحيا الأجيال القادمة في ظل الدين الحنيف. كانت حياته كلها مصروفة في خدمة الدين على مختلف الأصعدة، فكان خير مرشد ومرب يبعث النشاط في النفوس، في نفوس عموم الطلبة والباحثين، ويحثهم على التمسك بنهج السابقين من علمائنا الأبرار، وبذل الجهد في استيعاب أفكار المحققين من علمائنا، والتخلق بأخلاق السلف الصالح. كما كانت كلماته الموجهة إلى عامة الناس مليئة بالموعظة والدروس والعبر، وكذلك كانت نصائحه للسياسيين مشتملة على الترغيب والترهيب وخلق العطف في النفوس تجاه شعوبهم القابعة تحت سيطرتهم. قد توفي رضوان الله عليه وفقدنا برحيله علماً من أعلام الأمة وقائداً فذاً في التاريخ المعاصر، إلا أن موقفه ونصائحه تبقى مشعلاً للهداية لمن شاء أن يستفيد منها ويستنير بهداها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن سادتي وأحبتي الحضور الكرام، فنبقى مع كلمة سماحة آية الله الشيخ نجم الدين الطبشي الأستاذ في الحوزة العلمية، والتي تمثل كلمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فليتفضل مشكوراً. أيها الحفو الكريم، أساتذتي الكرام، العلماء الأعلام، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، حبيبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والغر الميامين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين مهدي آل محمد، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء، عن إمامنا الهادي عليه الصلوات المصلين، لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله، والمنقذين للضعفاء عباد الله من شراك إبليس ومرادته وفخاخ النواصب،
لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، لكنهم يمسكون أزمة قلوب شيعتنا كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله. يعني بهذه المواصفات داعي إلى الله، دال على الله، ذاب عن دين الله، منقذ لعباد الله، هاي المواصفات هم الأفضلون عند الله، من الأفاضل. تراه يواجه الأعداء في جبهات شتى، جبهة الكفر تراه مواجه، جبهة النفاق تراه مواجه ومجابه. لاحظوا، إبليس والمرادة عند جبهة معه ضده، النواصب عندهم فخاخ حيل، العالم في تلك الجبهة ويواجه تلك الحركة يقول لولا دور العالم في زمن الغيبة. شوفوا الإعلام، شوفوا التواصل الاجتماعي، شوفوا التضليل الإعلامي، الإعلام المضلل. التبليغ، لا تقول التبليغ ما يأثر، التبليغ يأثر سلبا أم إيجابا، التبليغ له نعم أثره. اليوم الاستكبار العالمي بدأ وبكل ما يملك من التضليل الإعلامي، الإعلام التضليل، لكن في المقابل هذا العالم يقوم بهذا الدور لما؟ لكي يحافظ على سلامة عقيدة المجتمع. الإمام في النهاية يقول من هو هذا؟ هذا هو الأفضل عند الله. أيها الإخوة، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، من يوم دخول الإمام الخميني في النجف الأشرف أنا كنت، حينما أتى من كربلاء المقدسة وخان يونس استقبلوه، حتى المستقبلين من العلماء عرفهم رحمة الله عليهم حيا وميتا، ويوم دخوله إلى النجف الأشرف بعد زيارته مرقد مولانا أمير المؤمنين، طلع من الحرم الشريف الصحن الشريف، جاء متوجه نحو شارع الرسول إلى وصل بيته، وثلاث ليالي كان عنده استقبال وقعدة، ثلاث ليالي كل هذه أنا كنت فيها، أنا كنت مشارك. يعني ممكن أن يكون بعض هذه القضايا اعتبر تاريخ الأجيال الجديدة، وأنا تاريخ، أنا كنت في الأحداث. هذا جانب. ومن يوم خروجنا من النجف الأشرف كنا نتابع خطبه في الدروس في مسجد الترك، مسجد الشيخ الأنصاري. لا أنا ذاك كان كاسيتات، وينشر في قوم المقدسة وفيها خطابه، بيانياته، إعلام بيانه،
ومحاوراته تقريبا أقول وبملء الفم شذ محاورة عندما أسمعها شذت شذ حوار لما طلع عليه أيامه في نفل لشاتا بين فرنسا وأيام في إيران الإسلامية كنت أتابع كل هذه الخطوات فأقول لكم المرء عما قال نعم مسؤول الخميني النادرة الخميني النادرة من نوادر الدهر والدهر يظن بخيل الدهر يدخل أن يأتي به نعم مثله رحمة الله على علمائنا على مراجعنا أحياء وأمواتا لكل منهم دهر وما قصر ما مقصر الإمام الحكيم شاهدنا بعينه السيد محسن الحكيم شاهدنا بعينه الإمام الخوئي الإمام الشاروخي سائر المراجع ليه كل نكهة خاصة ولعبوا دور أدوا دور في تثقيف المجتمع في الحفاظ على مذهب آل محمد صلى الله عليه وسلم لكل دور لكن الدور الذي أداه الخميني دور رهيب نقل التشيع من النجف قم المقدس العراق إيران إلى العالم كله نقل الثقافة الحسينية نقل ثقافة أهل البيت إلى العالم أحد الأخوة يقول أنا كنت في أوروبا أي قناة أيام تواجد الإمام الخميني في نعم باريس يقول أي قناة كنت أفتحها وإذا بها صورة الإمام الخميني هذه أول مرة العالم يقف على ثقافة جديدة على زي جديد على مطالب جديدة يقول يوم عاشوراء خطيبوه يسولف يقول يوم عاشوراء الصحفيين جايين يعملون مقابلة مع الإمام الخميني الإمام يجي قاعد والصحفيين قاعدين الإمام التفت إلى أحدهم أحد الحضور الطلاب قال له تقرأ عزاء قراية عجيب قائد أمة لا كل هذه ببركة منبر نعم الحسين قال له تعرف تقرأ قال له إيه قال له أقرأ عزاء بدأ يقرأ عزاء والإمام يمشي الإمام كان البكاريين يمشي الصحفيين جايين للمقابلة استغربوا قالوا شنو الخميني ليش يمشي بينوا لهم اليوم يوم عاشوراء يوم استشهاد جده الحسين فالخميني ينصت إلى سماء المقتل والعزاء ويمكي القائل يقول يوم الثاني شفت الصحف الأوروبية
فرنسية في الصفحة الأولى وبخط عريض مكتوب: الخميني يقتدي في ثورته بجده الحسين. قلت لكم كان من البكارين عند تحسس بالنسبة إلى عزاء الحسين. أنا بعيني شفت قاعد مجلس تأبين للعلامة المطهري، أنا كنت قاعد في مدرسة الفيضية المباركة، أنا كنت أتابع وواكب ولا أزال أتابع، وعندي هواية خاصة بالنسبة إلى خواطر العلماء. يوصل للكتاب أطالع إلى الأخير، خاصة من سيد الإمام الخميني. أنا كنت قاعد بالفيضية والإمام على المنصة والمداح سموه رادود، هذا كان يقرأ مطهري كذا ومطهري كذا، اليوم ينصت كان يبارك أبد هيك. هذا مشاهداتي أنا بعيني، لكن بعد كان يقرأ الرادود واللي ما ينصت، بمجرد أن أتى بسيرة وبذكرى استشهاد علي الأكبر انهارت الدموع من عينه وبدأ يبكي. تعلق خاص، تحسس خاص، يا ريت الوقت انتهى، يا ريت عندي فرصة أشير إلى بعض هذه النقاط حتى الجيل الجديد يعرف من كان الإمام الخميني. اللهم ارحمه برحمتك، اللهم بحق محمد وآل محمد احفظ حوزاتنا، احفظ مراجعنا. اللهم الماضين سيما الإمام الخميني احشره مع النبي الكريم ومع أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله. سادتي وأحبتي الحضور الكريم، نبقى الآن مع كلمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يلقيها سعادة الأستاذ الحاج محمد كاظم آل صادق المحترم سفير الجمهورية الإسلامية في إيران، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في محكم كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. الحضور الكرام، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أستذكر الرئيس الشهيد الفقيد آية الله رئيسي ورفاقه، وأقول إن فخامته كان أحد طلاب مدرسة الإمام الخميني قدس سره. إن فخامته من خلال عمله الجهادي والدؤوب لم يكن يعرف الملل والكلل، وكقدوته الإمام الخميني قدس سره كان من حماة المظلومين ومحارباً للفاسدين وداعياً للعدالة الاجتماعية، وكان يقارع الاستكبار، وفي الوقت نفسه كان يتعامل مع الناس بكل صدق، وكان يجاهد في سبيل الله بشكل مستمر دون أن يركن إلى الهدوء أو الراحة. وقال عنه السيد القائد الإمام الخامنئي: إنه شخصية بارزة وكفوءة وحميمة وجادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته
ويرحم رفاقه معالي وزير الخارجية الجهادي السيد أمير عبد اللهيان وآية الله آل هاشم ممثل الولي الفقيه والسيد المحافظ وسائر الشهداء آملين أن يوفقنا الله على مواصلة طريق الإمام الخميني قدس سره والشهداء إنه سميع الدعاء. إخوتي وأخواتي الأعزاء، نحتفل هذا العام بالذكرى 35 لرحيل الإمام الخميني قدس سره، ونحن نشهد انتشاراً لأفكار مدرسة الإمام في جميع أنحاء المعمورة. واليوم يمكن رؤية بصمات هذه المدرسة في مختلف الأحداث الإقليمية والعالمية، وإن أهم عناصر مدرسة روح الله هي الأمل بالله والإيمان بالناس والسعي إلى التغيير والقيام بأعمال كبيرة ومقارعة الاستكبار ومواجهة نظام الهيمنة والتحلي بالصمود والمقاومة، وهي عناصر كانت في الماضي وستكون في المستقبل حلاً ومخرجاً لكافة الظروف الصعبة والأزمات المعقدة. إن تأسيس النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما يعتبر أعظم إنجازات الإمام وأكثرها ديمومة، فمن الطبيعي أن تكون إنجازات النظام هذا قد انبعثت من أسس روح اللهية. والآن بعد أن أصبحت راية قيادة الثورة الإسلامية في أيدي السيد القائد الخامنئي القديرة، هو يسير بثبات في طريق الإمام الخميني ويقف صامداً وشامخاً أمام الاستكبار دون أدنى تردد. وبالرغم من فرض أقصى أنواع الحصار الجائر من قبل أمريكا على إيران، فإن الإنجازات البارزة والتطورات الفريدة في مجالات العلوم والتقنية والدفاع والطب والصناعة والبنى التحتية تحت قيادة السيد القائد الخامنئي هي علامة على التراث العظيم للإمام الخميني قدس سره. ويعد استشهاد أكبر قائد عسكري إيراني أي الحاج قاسم سليماني إلى جانب الشهيد أبو مهدي المهندس وسائر رفاقهم، وكذلك استشهاد آية الله رئيسي في سبيل خدمة الناس والإسلام، يعد مفخرة ورفعة ومصدر اعتزاز لطلاب مدرسة الإمام الخميني قدس سره. إن مقاومة الشعب الإيراني في الحرب الناعمة والعسكرية أمام الأعداء لم تبقى دفاعية بحتة، وإنما تحولت إلى مقاومة هجومية كما شاهدناها خلال عملية الوعد الصادق المعقدة والدقيقة والمركبة التي استهدفت أهدافاً عسكرية داخل كيان احتلال القدس الذي يتمتع بدعم أقوى جيوش العالم. ترى أي دولة تعرفونها وهي تحمل مثل هذه الجرأة أن تقدم على اجتياز الخط الأحمر الأمريكي والغربي إلا أن تكون قد ورثت شجاعتها وإيمانها من الإمام الخميني قدس سره الذي كان لا يخشى أحداً سوى الله. لا تنحصر مدرسة الإمام الخميني بالموقع الجغرافي الإيراني، حيث تشاهدون أن فئة مظلومة لكن مؤمنة ومقتدرة في فلسطين، وبالرغم من الحصار البري والمائي والجوي ومع دعم لا محدود تقدمه دول غربية للكيان الصهيوني الغاصب، كيف صمدت وقاومت وكيف خططت عملية 7 أكتوبر المثيرة للفخر رداً على عقود من الزمن مليئة بالجرائم والغطرسة. إن الشعب الفلسطيني ورغم المذابح اليومية التي راح ضحيتها لحد الآن الآلاف من الأطفال والنساء الأبرياء، لن يركع ولن يتخلى عن قضيته العادلة
المتمثلة في تحرير القدس الشريف، وتشاهدون أن الشعب اليمني البطل، وبعيداً عن البيانات والدعم الكلامي، كيف دخل ساحة العمل وجعل الكيان الغير شرعي الإسرائيلي في ورطة، متمسكاً بعقيدته وإيمانه رغم كافة الضغوط العسكرية والسياسية التي تمارس ضده. ونشاهد أيضاً أن الشعوب لبنان والعراق وسوريا وبأشكال مختلفة كيف هبت لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ولم تدخر أي مساعدة. ومن المناسب التأكيد هنا على أن الإنجاز الكبير لفصائل المقاومة هو عصارة صافية لمدرسة الإمام الخميني، حيث يتموج فيها الاتكال على الله والمشاركة الشعبية، وأيضاً مقارعة نظام الهيمنة وكيان الاحتلال. وخلاصة القول إن طريقة المقاومة ومسارها وهدفها هي روح اللهية بامتياز. إن مدرسة الإمام الخميني لا تقتصر على المنطقة والعالم الإسلامي، واليوم تجلت روح الحرية والوقوف ضد القمع والعنف والجريمة والاحتلال في قضية فلسطين التي كانت من القضايا التي اهتم بها الإمام الخميني دائماً في جميع أنحاء العالم. لقد حدد الإمام الخميني طريق الأمة الإسلامية بنظرته العالمية وإدراكه العميق للتطورات العالمية، وهنا الحديث عن القضية الفلسطينية ليس كمثال ونموذج واحد ومحدود، بل يمكن اعتبار المجازر والإبادة الجماعية في غزة واحدة من أهم سلسلة أحداث دولية يمكن أن تؤدي إلى تغيير هائل في كل العالم. إن التطورات الدولية بدءاً من الجهود القانونية التي تبذلها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية والإجراءات السياسية التي تتخذها العديد من البلدان بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين من قبل دول أوروبية مؤخراً، وصولاً إلى الاحتجاجات الطلابية والعامة في الجامعات الأمريكية وشوارع العواصم الأوروبية، كلها تحمل بصمات مدرسة الخميني الداعمة للمظلومين والمستضعفين. إن كل حسابات العدو في الاحتلال والعدوان على فلسطين بدأت تتغير وتتحول بفعل عنصر الحضور الشعبي الذي كان يؤمن به الإمام الخميني كل الإيمان. وفي الوقت الحالي تطور الوضع إلى الحد الذي اضطرت الحكومات والمؤسسات الدولية إلى التحرك ولو ببطء في اتجاه الرأي العام العالمي وروح الحرية العالمية.